واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلت أنا مرة إنه يلي بده يعمل دائرة، المهندس لما بده يعمل دائرة بده يحط قبل كل شيء محور بالداخل، بده يحط ضلع البكار على المحور، بعدين يدير بقى الضلع الثاني رأسا الدائرة بتتكامل. لكن لو ما وضع ضلع على المحور وثبته على المحور الدائرة بتصير ما بتصير. فالمحور بالنسبة لوحدة الأمة حبل الله، هذا المحور. حط المحور واجمع الناس عليه واجعله إمامنا واجعله دستورنا. نعم بكل معنى الكلمة. وأنا لا أقول قضايا الخلافية الاجتهادية معلش خليه يجتهدوا ويختلفوا ويصير في مزايا الكلمة، لكن في الأمور الاجتهادية. أما في الأمور التي لا اجتهاد فيها خليهم كلهم يتفقوا ويكون في رقابة على ضرورة هذا التوحيد. أرجين اللي شوف أسباب لن يكون هنالك خلاف، مستحيل يكون في هنالك خلاف أبدا. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يسألان الله هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تجتمع كلمة هذه الأمة التي سيبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يختلفون. تلاوة آيات الله التي تبرز وحدانية الله، العقيدة يعني، ثم الارتباط المقدس بكتاب الله عز وجل تلاوته. نعم نعم، لما بيتحقق هذا كله ولما بنرتبط بالحكمة يعني بالتشريع، شرائعنا بتكون هي التي نتلوها في كتاب الله عز وجل، ما راح يصير في اختلاف. لكن عندما تكون شرائع الله ملقاة وراءنا ظهريا، ثم نحاول أن نتقمم ونبحث عن شرائع أخرى، بدنا نختلف. الجامع المشترك هي شريعة الله. لا، هلا ما عاد بدنا شريعة الله، بدنا العلمانية وبدنا كذا وبدنا كذا إلى. طيب إذا هيك عاد خلينا ننتبه على شريعة أخرى. هدول بيقولوا شكل، اختلفنا وتخانقنا وتعايطنا. الحقائق كان صوتك ملهماً.